السلام عليكم. اليوم الثلاثاء، هو 14 نوفمبر 2023. بحال اليوم فاش تزت، ولكن هذه مدة أكثر من 60 عام. هذه الساعة 7:39. شوف التليفون باش نضبط. 39 حرارة 17. ما بقاتش ديك البرودة اللي كانت داك النهار، ولكن دابا غنمشيو للراس الجري. راه تقدر لحقاش جا في العلو، يقدر يكون البرد تما، يقدر يكون حرارة ناقصة شوية على مكناس. هذيك المرة هاد السيد هذا باقي دري صغير، هاد الترونسبور سكولير خاص يديرو انسان معقل، او يجربوه يتبعوه يشوفوا السوقان ديالو كي داير. خاصش الانسان يغامر بالدراري. باش يتبعوه بالوقت تيزيروه بالوقت، الانسان تيبدا غير يخربق في السوقان. اذا قلنا غنمشيو ان شاء الله نشوفوا السوق ديال الثلاث ديال راس جيري. بغيت ندير مقارنة، نشوف الأثمنة واش فين غادا، التوجه واش طالعة واش هابطة واش 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 واش. كاين واحد النوع ديال المعاندة دابا ما بين الناس اللي كيشريو الزيتون من الفلاح، بياع شرايه بيناتهم شوية، كاين شوية ديال هاد المنطقة ديال راس جيري وسبت جحجوح، هذيك النواحي كلها واخده واحد السمعه مزيانه من ناحيه الزيت، وراه كله المغرب مزيان. يعني راه فين كاين المشكل في الظروف او الشروط باش تطحن الزيت، باش تطحن الزيتون يعني. ولكن كاين مناطق اللي واخده سمعه حكا هاد البلاصه احسن من هاد البلاصه. بحال دابا كي تيقول لك بني ملال، قلعه السراغنه مثلا، العطاويه، كاين اللي تيقول لك بان مثلا هاد المناطق راه مزيانه، وراه جميع الزيتون كله مزيان. هي هو خصو يتحيد يتطحن، سور بلاص. ما راه شي وحدين تيقول لك خصو يتطحن في 4 السوايع من بعد الجن، 4 السوايع يتجنى يتطحن. 4 السوايع شي وحدين تيقول لك 24 ساعة. مسكين هذا. تتبان في الأفق مورايا بلا جهة الشرق، حنا قابطين الغرب دابا، الغرب غادي نوليو عاوتاني ندورو لجهة السبت. جهة راس جري نهبطو جنوب، نقبطو عاود الاتجاه ديال الجنوب. ها العيالات خارجين يتحركو يديرو الرياضة. راه الرياضة راه مهمة، ولكن ماشي لابد تكون هكا يعني تخصص لها واحد الوقت. راه إلا خرجتي مثلا مشيتي ضربتي دويرة في حمرية، تمشيتي على رجليك ودستي من الهدين بوعماير وضربتي مثلا واحد نص ساعة ولا ساعة الأرض، ها الناس عاود تيديرو الرياضة. راه مزيانة ديك الرياضة، كل ما كاين هو الفرق هنا تيكون الهواء شوية نقي. هذا هو اللي كاين في المدينة شوية، راك عارفين مع السيارات، مع هاد
هاد الجروب هادو تبارك الله هادو داروا ريتم اكسيليري هادو هما اربعه ديال العيالات هادو هاد بحال داك بحال دابا ديك اورانيه كنشوفها بان غادي تهلك الركابي ديالها نظرا للوزن الوزن تيفرع الركابي من الاحسن من الاحسن نقص الوزن نقص الماكله هي الاولى كاين تيقول له تنقص الماكله تيقول لك راني ما كناكلش وراك كتاكل اللي تيكون بنادم غليظ راه تياكل هذاك الغولد ما جايش هكاك طاح من السماء اللي تيقول لي ما تاكلش نقول له اقسم داك الشيء اللي كتاكل عليه جوج داك شويه اللي ما كتاكلش قسمو عليه جوج حتى ياكل شي والمهم خلينا في الزيت والزيتون خلينا في الزيت والزيتون هذه الطريق نيت هذه الطريق ديال راس جيري وهي غادي ندوزو على هذيك المعصره اللي صورت البارح عجبات بزاف ديال الناس على حسب التعاليق راني مازال ما جاوبتش على التعاليق كلها بغيت حتى يكون عندي الوقت باش كل واحد نجاوبو بجواب يعني لائق كاين اللي كانوا مزروبين راني جاوبتهم رقم الهاتف ما عطاوليش ما عطاونيش رقم الهاتف في الحقيقه هي ما فكرناش صافي ولكن عجبات بزاف الناس كما عجبتني انا هاد المعصره هادي النظافه انا ما كان يعني النظافه هي المشاهد يعني متعه العين ديك النظافه ما هو سير اخويا سير ما هو الزيت كتنقي راسها باش تعرفوا خاص ما تكونش مواد كيماويه والسلام ولكن اللي عجبني انا هو البارد الصنادق السرعه في الاداء عندهم جوج ديال المعصرات جوج ديال لي شين حدا حدا وحده يعني يعني ما تتبقاش السلعه يعني كاين سرعه الاداء بالنسبه لبزاف الناس اللي سولوني على قنطار على جوج مقناطر ما سولتهمش انا عاد ملي نكون راجع ان شاء الله ندير شويه طليله عندهم ونسولهم بالنسبه للثمن ديال الطحين بزاف الناس اللي سولوني على الثمن ديال الطحين هذه اللي فتنا اللور الجماعه ديال اي تولى تكون بالنسبه للثمن تنظن غادي يكون 10 دريال تنظن شو واش غادي يزيدوا في الثمن تنظن تيبان لي كاين شويه المعقول يعني من خلال سميتو كتحس انه كاين شويه المعقول من خلال الهضره والكلام مع الناس يعني مع دوك مع اصحاب المعصره بالنسبه لمساله الزيتون ما باليش واش تيبيعوا الزيتون ما باليش عندهم شي زيتون زعما البيع اللي كاين ولكن كنظن انا خاص يكون زيتون كاين من الانسان اللي كيجي كيبغي يشري الزيتون ديالو ويطحنو على يديه يعني كيقول لك انا شريت الزيتون وطحنت ما ماشي مهم هو يطرو زايد يطرو ناقص طيح باش بغات المهم كيتسمى طحن على يدي شحال من واحد وهذه احسن حاجه هي طحن على يدي تشوف زيتون اللي المردوديه ديالو مزيانه راك يمكن لك تقلب الزيتونه نسبيا راك تقلب اليد وكيبان نسبه الايدام واش كاين ولا ما كاين يعني كتعطي واحد النظره تقريبيه اللي ما تعرفش يستعن بشي صديق ولا يستعن بشي حد اللي كيعرف بالنسبه للناس اللي كيسولوني على القنطار وجوج قناطر واش تطحن ها هي الدوره ديال المعصره هي هذه الدوره ديال المعصره هي على اليسار
هنا على اليمين أي تولى طريق الوطن وتدخل تخرج للطريق الوطنية رقم 6 ولأني تتدي لأي تولى المركز ديال أي تولى. الجماعة راح تنافتناها من بعد القنطرة ديال لوتور. وانتم شفتوا الدورة يعني هاد المعصرة جات قبل ما تبدا هاد المنعرجات ديال العوينات السلامة ديال عين السلامة. قبل يعني هاد لي فيراج هادو هادي طريق جاي الراس جاي خلاص يعني المعصرة جاية باينة وواضحة. الطريق هانتوما شوفوا شحال دابا باش بديت التصوير انا جايب شوية عليها جايب شوية يعني شوفوا بشحال كاين ديال الطريق من مرجان. انا من تولال بنت لي كاين 10 دقائق من تولال ولكن هنا ما حتى تشوفوا ما تيبانليش مع الطريق ما قديتش يعني نشوف التوقيت شحال درت ولكن راه الفيديو راه ما فيهاش مونتاج غنحطها هكا دونك غادي تعرف الطريق يعني نيشان شحال فيها شي 11 دقيقه الله اعلم اللي كاين يعني تفضل ما عرف دونك هاد المعصره انا بانت لي مزيانه مزيانة وراه يعني مزية لمدينة مكناس يعني شي حاجة اللي باش تلقى معصرة في هاد المواصفات في مكناس راه شيء جميل. تنظن هذا العام الأول ديالهم باش بداو مازال غيديروا قهوه قهوه كاينه مازال غيزيدوا ريستورون يمكن كاين ريستورون هي الماكله اللي مازال ما بداو يديروا الماكله كاينه الطريق اللي كترد لاي تيعزم من هنا على اليسار ولكن مكرفصه تدوز على اليسار على العوينه ديال السلامه وتطلع ولاني مكرفصه ديك الطريق هي الدورة ديال عين السلامة اللي فتنا دابا السبعة واحد وخمسين دقيقة زوين حرارة هنا بقات 14 باش كنت في مكناس كانت 17 دابا 14 غادي نشوفو السوق قلنا ديال راس جيري الأثمنة كتلعب لنا واحد 10 دراهم تتلعب في 10 دراهم كاين شي بلايص فيها 8 فيها 9 ولكن الا تلاقيتي مباشرة مع الفلاح بحال شي وحدين كيقولوا وزان الزيتون ديالها الزيتون فيها ب 6 دراهم و 7 دراهم راه قريت انا بعض التعاليق ديال الاخوان اللي ولاد وزان واحد قال له والله لا ديتيها هكا قال له والله لا ديتيها هادشي والبارح قال له دايره 9 ونص سعودون سفوزة كاينين دابا اللي كيبغيو يطيحوا زعما حكا الزيتون ديال هاد البلاصة راه ناقص الزيتون ديالنا حنا هو المزيان شحال من واحد وهو راه بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في هاد المسألة اش تيديروا مثلا الزيتون طالع الثمن في بني ملال او في مراكش او في اكادير مثلا داير الزيتون 15 درهم كيجي نطلع مثلا
هنا مكناسني تيمشي. راه السيد قال لي في هذاك جهه 70 اللي قال لي 90 ديال الدراهم غيمشي يتفاهم مع على كميه كبيره ويشوف الناس وهذا ويجمع تما يقدروا يهبطوا له شويه كاع في الثمن ينقصوا له شي 10 دريال ويزود البلاصه اللي فيها الثمن غالي يبيعوا ويقول لك راه ديال هنا راه ديال بني ملال هذا. هو انا حداك العام راه السيد راه مسجله في الفيديوهات ديال داك العام قال لك جاوا الناس من 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 بني ملال تيشارجيو الكاميونات من مكناس تيديو الزيتون تيبيعوه تما وتيطحنوه تما على اساس انه ديال هذا ديال بني ملال. دونك مات الزيتون واحد يعرف المردوديه والسلام ما تبقاوش تعلقوا الزيتون واش ديال هنا واش ديال الهيل. انا شفت عاوتاني ناس جاو لواحد البلاصه تيقول لك لا لا هاد البلاصه الزيتون ديالها مزيان وكل وكل فايت طحن تما في ديك البلاصه وكيجي وتيشري باش ما كان عنده غرض. المهم هو عنده الغرض يدي الزيتون ديال ديك المنطقه تيسحابو تيقول بان الزيتون ديال هذيك البلاصه انا ديتو داك العام وهذا. هو الانسان لا جرب بلاصه اخرى راه غيلقاه حتى تما بلا كل ما كاين هو الظروف نتاع نتاع الطحين ونتاع العصير. هذا هو اللي الطرق نتاع الجن الطرق نتاع النقل الطريقه ديال الطحن والطريقه ديال العصر كيفاش كاينه والطريقه ديال التخزين عاوتاني هذيك كتبقى ليك انت حتى توصلها لدارك. هاد الفيديوهات نتاع الطريق هي اللي كنعطي فيها معلومات. اما ملي كنكون مع الناس اللي كيبيعوا ويشريوا راكم عارفين راه تنقول هي تبارك الله راه ما يمكنليش نقول شي حاجه اخرى ما يمكنليش تبخس الان تاع شي واحد ما يمكنلكش تقول كاين شي مسائل اللي تكون شي معلومات مغلوطه ولا تيبغي يغلط بنادم هي ديك الساعه كنوقفو كنقول له لا هادي كاينه. ولكن بالنسبه للسلعه تنقولو مزيانه وتنقولو الله يسخر وتبارك الله شحال عطاوك قديا قديا بشحال تبيع قديا قديا الله يسهل الله يجيب التيسير تبارك الله تبارك الله وصافي. هذا هو اللي في الفيديو ديال ديال السوق باش تكونوا عارفين. انا راه هاد الشيء راه كنديرو للمتتبعين الاوفياء ديالي اللي تيتبعوني في الطريق اللي كيسمعوني في الطريق كيسمعوا الهضره ديالي اش نقول وانا في الطريق. وملي تنكون في السوق لي فيديو ديال السوق ولا ديال المعصره راه ضربات الفيديو ضربات مثلا 130,000 راه قريبه 140 ولكن فيها 92% ماشي من المتتبعين ديالي 8% هما اللي من لي زابوني ديالي. دونك هاد الهضره هاد الكلام راه تنقولو معلومات تنعطيها في لي فيديو ديال الطريق. الزيتون دابا بدا تيطيب يعني بغيت نقول لكم على ما واش قلت ولا ما قلتش على الناس اللي تيبغيو يديروا قنطار وجوج قناطر علاش ما تشاركوش تشوف واحد اخر شوف واحد الانسان اخر اللي باغي يطحن حتى هو جوج قناطر وواحد اخر جوج قناطر تجمعوا مثلا واحد طون ولا طون وشويه على حساب الناس اللي تجمعوا تفرقوا المصاريف. اولا تنقول غادي يكون يعني ناقص مثلا الا بغيتي تنقل مثلا جوج قناطر او ثلاثه د القناطر غادي تشد هوندا او بيكوب غتقبضها بواحد 300 درهم ولا الا كانوا مثلا جوج ديال الناس ولا ثلاثه غادي يطيح التنقل غادي يكون رخيص. بالنسبه للمشره الا مشيتي مثلا باش تشري طون ولا طون و 200 الثمن غادي يهبط راه ماشي بحال واحد غادي يجي يشري جوج قناطر او قنطار يجي واحد مصدعني في راسي انا بشحال غيدي قنطار قنطار ما ما غاديش نقنع معاه ب 5 دريال قنطار غتبقى لي فيه 25 درهم الور كو حتى يطلب الثمن. ولكن الا شاف الكثره طون مثلا غادي ندي 5 دريال غتعطيني 5000 ريال تنزعم
كنقول غنبيع طونات شي 5000 ريال يعني البياع شري كيهبط الثمن. ملي كتمشي للمعصره ما كتبقاش في هذا المشكل واش تحلي 200 كيلو واش هذا ولا هو يقول لك لا حكا عندي انا الملاك سوتي 500 كيلو 600 و700 كيلو فهمتيني يعني بنادم يجتمع. انا شخصيا عندي الاصدقاء ديالي كنطحن معاهم فهم ماشي كنطحن معاهم وما تيتكلفوا انا حتى تيجي تيقول لي جات كدا كدا ها هي الله يسخر تنعطيه البيدويات عندي دياولي تيحط لي العامر تنعطيه الخاوي شكرا شكرا الله يعاون الله يعاون. هذا هو اللي وما تيعرفوا في الوقت وتيعرفوا في المسائل في المعصرات الظروف كيفاش تحيد الزيتون كيفاش تعرفوا داكشي تعرفوا حسن مني. هذا هو راس جيري. هاد البلاد باقي شتي ملي تلقى الدجاج تيتسارى في الطريق لا 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 رحم والديك سيري سيري مع اليسار والكلاب ملي تلقى الحريق وعارف ان راه ان البلاد باقى فيها النية يعني باقي فيها البركة كي قال هذاك ها هو الخبز كل يبدا يخطر في الخبز يعني هاد البلاد باقي فيها البركة باقي فيها النية. وهذا الشيء علاش البلايص اللي كتكون مطرفه ما تكونش يعني في شي طريق رئيسيه او في شي طريق وطنيه كيكونوا شويه باقيين محتفظين على داك سميتو. وهنا الناس شلوح امازيغ يعني كيحشموا ناس مزيانين فهمتي ناس دراوش. هاد المنطقه كلها ديال قروان هبط خصوصا الا دخلتي لهاد لحقاش هاد الطريق راه كتديني شان ايتو خلفان كتوصل لوالماس عاوتاني دوك الناس الله يعمرها دار كدور مشات لتيداس مشات لقلموس هاد الطريق كلها كتمشي لهاد يمكن لك تخرج منها حتى الخريبكا والجعد ندورو من هنا هذا هو السوق. ها هما تيشريو الدجاج زعما كاينين يا خويا زعما لا حول ولا قوة الا بالله. اعطي للمرا 300 في واحد العتيتيكا 300 15 درهم لا حول ولا قوة الا بالله. بني يلا بغيت نسول السيد مورايا ها كاين الزيتون تبارك الله ها السوق ديال الدجاج هادوك تيكاليو لهيه عندكم دخلت ديك المرة اللي هنا كانت تبيع حسن. اشحال واصل البيض هاد النهار؟ شحال واصل البيض؟ مصور ماشي تشريو نتوما؟ والوكال بشحال؟ 50 50 مزيان الله يجيب التيسع. البيض هذا الشيء اللي داير دابا الا شريت انا مباشره من عند الفلاح غنديه ب 45 44. دابا الا خداه البياع شراي عاوتاني تيدي ديك البركه تيدي ديك 2 دريال 3 دريال واقيلا خلي السياره هي هنا هذه الاتساع حيد هذا. السلام عليكم جدك النخله كاين اتساع واخا صافي شكرا الشيء اللي غندير نديو هاد البلايص نتاع ذاك النهار ساير هنا قدام هاد الناس الطريق خليو لهادوك منين يدوزو
تبارك الله عليكم. السلام عليكم.